الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا كريم يا أرحم الراحمين. سبحان الله، يعني أشياء بسيطة كذا تقذف عن طريق من نثق فيهم تؤذي ونحن لا ندري، ونحن أطفال نلقن مع حب، نلقن الشر مع حب، نلقن التدمير مع حب. يعني مثلا واحد تقول له أمه لما ترى غلطات له تحبه، ولكن مع الحركة والأكشن حق الأطفال هذا وهي مشغولة بشيء، أنت غبي لماذا تكسر هذا الشيء؟ أنت غبي لماذا تطلع من فوق وتدمر نفسك وتمسكه وتحضنه وتحبه؟ بس تدي شيء، يعني يا غبي يا غبي انتبه. بحب في المدرسة نفس الشيء، الأصدقاء نفس الشيء، إذا كانت البيئة سلبية، وهذا الغالب يعني. طبعا من لا يحبك زيادة غبي وزفت وكل هذا كلام. أو أثناء الخصام نفس الشيء، ففي ناس يتلقون الكلام بجدية، خاصة الأطفال والذين نثق فيهم نتلقى كلامهم بجدية. يا ولد إذا تفتح الشباك برا برد شديد يصفقك الهواء، فيأتيك الحمى والسخونة والزكام، يا الله أمراض، انتبه لنفسك، حرارة وديك المستشفى. فهو ينسى ويذهب، تخيل يصير صراخ عليه. يعني كلام نصيحة ثم كلام مع صراخ، يهتز الطفل من الداخل ويقول هو يحبني تحبني، ففي خطر، فيصدق هذا الكلام. إذا مرت النسية وفتح الشباك الهواء جاء، وجاء المرض، ولا الذي قالت أمه. اللاواعي يأخذ الكلام، أنت صدقت شيء يمسكه خلاص. أنت تريد تتعلم السواقة، طيب يلا كيف كذا كذا كذا، خلاص ارتاح، تأكل تشرب وأنت تسوق السيارة، هو يشتغل في كل شيء، واحد مراية هنا واحد مراية هنا واحد مراية في النص، كله للذي في الخلف، وعيناك الذي في أمام كله مكشوف عندك بسهولة. قبل ذلك لا، هنا سيارة، هنا حجر، هنا هنا، فاللاوعي يمسك. كذلك إذا تكرر شيء وبالعاطفة وبالقوة وممن نثق فيهم خلاص، يعني بس عدد بسيط، ثم بعد ذلك يأخذ اللاوعي الكلام، يخليك من هنا مريض، يخليك من هنا تعبان، يخليك غبي، يخلي عندك زهايمر، لأنه قيل عدة مرات في أماكن مختلفة، إيش هذا، أنت نسيت النظارة، هي هنا في رأسك. أيوة صح، عندك زهايمر؟ لا يا إن شاء الله ما فيش، بس مرة نسيتها، مرة ثانية في حاجة ثانية، في قلم، في أي شيء نسيه، وقالوا انظر إنه بجوارك، أنت عندك زهايمر؟ في ناس يمسك الزهايمر من 30، عمره 30 إلين عمره 100، 70 سنة. السبب هو، ليس الآخرين، الآخرين يقولوا ما شاءوا، أنت لا تصدق، لا تستقبل. لذلك ليس عليك حساب حتى تبلغ. في هذه الفترة ممكن أبواك على طريق آخر أو بحسنية أو أي شيء، ها؟ والمجتمع الذي حولك، ولكن بعد أن تبلغ أنت تفكر، تنظر إلى ابن الجيران يفتح الشباك ويستنشق الهواء البارد، إذن هذا الذي تقول أمي ليس صح، انظر لم يسقه هواء. للذين يفكرون ويتفكرون ويتدبرون يحصلون على أشياء أخرى. الذين روبوت مغلق، القبيلة ماذا تقول، العادات والهذا والمجتمع، ولا أريد أن أخالفهم، هذا يبقى تعبان.
هذا الكلام يحصل بعد البلوغ، قبل ما في عليك تسجيل. ممكن تغير البرمجة بسهولة إذا أنت منفتح، إذا غير منفتح هكذا في الدين، في ناس منفتحة في ناس مغلقة. منفتحة مو تقبل أي حاجة، لا، فكر تعقل. أفلا يعقلون؟ يعقل. العقل ليس بالمخ، العقل بالقلب. لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب هو الصادق، هذا لا مبرمج، مبرمج يقول لك لا يجوز، لا يصح هذا، لا يصح. لماذا؟ لأنه القبيلة تقول لا، الناس، العالم، يعني همه بس الأرضي، أرضي لأرضي الأرضيين، أرضي لأرضي الأرضي. ولكن المفتح لا، ما يهم ماذا في العالم، أسمع وأنظر للقلب، استفتي قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار للقلب أنه هو الصادق وهو المفتي لحياتك، مفتي في تجارتك، مفتي في بناء بيتك، مفتي في كل شيء. إذا أنت تستقبل الشيطان هنا، الصدر مكان معركة، الذي يوسوس في صدور الناس الصدر، في من الشيطان، في من النفس، في من المجتمع، في من البرمجين، كل شيء شغال. والقلب بينهم عنده الصدق، كما أن في شيطان يوسوس في عندك. شيء عظيم يقول لك: اعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. في ناس يقولوا ضمير، في ناس يقولوا ما شاءوا، لكن ربنا قال هو الرسولي. الثقة، استمع له وتجد الدرب الصحيح. هنا الآن مكتشفين أنه القلب هو كل شيء، وإذا في التأمل ضع يدك قريبا من قلبك، وفي العلاج كمان ضعها وبث في المريض فيتعافى. يستكشفون، ممكن يصيبوا، ممكن يخطوا، شغالين من الأرض. فالقلب هو مصدر الخير للبشرية لو اتبعوه، مصدر السعادة لو اتبعته. جاء خطيب يخطب واحدة، هما الاثنين الآن أول لقاء رأوا للرؤية الشرعية، رأته على استحياء، القلب ما عنده وقت، إشارات خفيفة وسكت، صمت بعد ذلك، وكل شوية قلق واضطراب وهرج، لا، أعطاك الإشارة في نفس الوقت. ما شاء الله، عينيه وجهه هذا يتكلم، عينيه كذا، وجهه كذا، وهو نفس الشيء. أول ما رأى قال كويسة جميلة. القلب قال، العقل يأتي يقول لكن هؤلاء العائلة كذا، وإلا شوف كيف لابسة، شوف الساعة نسيت أن تعمل هكذا، ينظر لي إيش إفشال أي شيء. بس أحيانا بعض عقول الناس هكذا، بعد ذلك تقول والله أشعرت بقبض، ولكن أهلي قالوا هذا ابن فلان ومدحوه، وقالت فلانة وقال فلانة وقالت صاحبتي، هذا معروف. قلبك قال لا، لم تتبع قلبها فجاءت المشاكل. ونفس الشيء هو قال نعم ولكن ما صار، لكن يروح في مكان ثاني يقول نعم، وهو ذا يقول نعم. المهم هذا القلب يعني صوته ضعيف، ومرة واحد في شيء ثاني يأتيك بعد فترة، ولكن ما تقبل أنت منهم. اعلموا أن فيكم رسول الله،
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فلذلك هو يمشي روح كذا روح كذا، لكن الأشياء الكبيرة ينقبض بشدة ويقول لك هذا كذا وكرر عليك كذا، لكن ما نسمع. أكبر مشاكل الناس لعدم ربنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كيف أعرف، سأله سائل الإثم، الإثم في إثم، في شيء مو كويس في هذا الموضوع، كيف أعرف؟ والبر كيف أعرف هذا من هذا؟ فقال له استفتي قلبك، وإن أفتك الناس الأقارب الشيوخ الفلاسفة العلماء مهما كانوا، أنت حياتك مختلفة عن الآخرين، أنت حياتك مختلفة عن الآخرين، لك قلبك وله قلبه. بسم الله. الحمد لله. فلذلك لك قلبك، عندك مرشدك، عندك دليلك، عندك مفتيك في أي حاجة أعلى من جوجل. جوجل هذا لك خاص، جوجل خاص، قلب خاص. استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم الكبير. والبر ما اطمأنت إليه النفس اطمئنان، ما في قلق، ما في اضطراب، ما في هذا المنطق لماذا ولكن هذا أحسن، لا، في اطمئنان سكينة. اتبع هذا، هذا هو قلبك. يسمى النفس، يسمى القلب، يسمى الروح، يسمى مالك مال الاسم، انت بس خذ اللب. فنحن الآن نتكلم عن شيء آخر، ولكن شيء أحد شيء آخر، ولكن هذا الآخر باطن، كما أن إبليس باطن، يعني ليس ظاهر. مو معنى باطن يعني ليس ظاهر، في الغيب، غيبي. ورسول الله غيبي، جسده مات وهو موجود، كل إنسان موجود. أنت تذهب للمقبرة ما في أجساد، أجساد في الأرض، ولكن تقول السلام عليكم أهل الديار، ديار حي متحرك، بلد من المؤمنين، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. كيف عاد بنبيك اللي الله قال ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ معنى ذلك إيش؟ يعني متغلغل في العالمين بالرحمة، لولا رحمة العالمين ما ظهر العالمين. كيف يكون موجود مع الله؟ لكن رحمة، الله رب العالمين ورسول الله رحمة العالمين. هذه من الأشياء التي إيش؟ التشويش عليها شديد، تشويش على الله، تشويش على رسول الله. إذن تشويش على الإيمان، خذ من الدين ما تشاء، رسالة أرسلها هذا رسول من الله، جاء بالرسالة وقال تفضل، إذن هو ونحن سواء. كيف أنت وياه سواء وهو يخاطب الله ويتكلم مع الله وأنت وثقت فيه، هو معلمك؟ خذ الرسالة، لن تفيدك، لن تفيدك. لا يؤمن أحدكم حتى يطبق القرآن، ما في. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه جوا، وأهله ووالده ولده والناس أجمعين. هذا مفتاح الإيمان، حب الرسول أعلى حب، مش طبيعي. تحب أمك طبيعي، هو لازم يكون أعلى. كيف أحب من لا أعرف؟ طبعا ما لا يمكن. إذا أنك تعرف أنه رجل عاش ومات في قبل 1400 عام، مات انتهى
وهذا القرآن موجود فنحن نقرأه وننفذه. طبعا كيف تحب ميت؟ كيف تحب مات وولى؟ والله كيف يأمرك بحب واحد مات؟ مات جسده لا بأس، أنت لما تموت حي موجود أبدي خالد معاد رسول الله، مات جسدك. ففي تشويش وكمان إضلال، إضلال بدون قصد. ليش؟ لأن هم هؤلاء مستواهم في البعد المادي حواس خمس وخلاص ما يعرفون شيء غير هذا، وألفوا كتب ضخمة. ليس الكل، في ناس أتقياء ولكن في الزاوية لا أحد يلتفت لهم. ليش؟ التهم عليهم قوية من هؤلاء الذين في البعد المادي. هل ماذا تفعل؟ إذا كان ربنا جاب لك كتاب قرآن، مو كتاب واحد يعني من أهل الخير والإيمان الصح، كتاب الله كتابه صار مهجور، لماذا؟ ما نفهم. نريد نفهم. تريد تفهم؟ تفضل. تريد ترحم؟ تريد يأتيك تأتيك الأنوار من كتاب الأنوار والهدى والرحمة والنور، كتاب هدى ورحمة، غيره مو مضمون فيه هدى ورحمة، قد يكون فيه ضلال، ما في ضمان. ما في شيء في الإسلام مميز لأحد عن أحد، كلنا إخوة. عنده علم غزير ولا ما عنده علم غزير، أخوة نمشي سوا نروح سوا، ما في حواجز. أعبدني ولا سوي طقوس لي، لا، إحنا إخوة نصلي سوا ونمشي سوا ونأكل سوا ونشرب سوا ونمزح مع بعض. لا تميز بالطربوش ولا عمامة ولا، لكن هذا الذي حصل. فإذا الحب العالي للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نحب رسول الله ونحن لا نعرف ما دوره في حياتنا؟ هل له دور؟ إذا مات خلاص ما في حب، لكن إذا تعرف أن له دور الآن وبعد الموت وفي الجنة مستمر، له دور. الله اللي أعطاه الدور، ما هو اخترعه ويعاند الله ونحن، لا، هو الله ذكر في القرآن هذا الكلام. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قديما كمان، وتقلبك في الساجدين، كل الساجدين أنت تتقلب فيهم على طول المدى. شوف نوح، نوح عليه السلام، عشان نعرف ما معنى تقلبك في الساجدين. 80 شخص الذين معه أو 80 بيت قد ما يكون، خليهم مليون نفر في السفينة، ما يجون 100,000 ولا يعني 80 بيت أضرب في 5 الواحد عنده أولاده عنده يعني كم، ولا نص مليون في سفينة تصنع في ذاك الوقت، قليلين من قرية خارجين يعني مو من العالم كله، من منطقة معينة. فيهم وهم في السفينة عددهم كذا كذا، معصور 100 أو 200 أو 300,000 عدد هذا المحصور فيهم، ها، 8 مليار اللي الآن موجودين، واللي قبل كم واللي قبل كم، إلين نوصل لنوح. أنت الآن فيك 1,000 أو أكثر، لا نعلم، جئت بـ5 أو 2 أولاد أو ولد وبنت، مو مهم، 2 تزوجوا، أنت مت ورحت، لكن عندك أنت واحد وزوجتك وهم 2 صرتوا 4، من 2 هذول كل واحد جاب 2 صار جابوا 4، 4 و4 8، والأربعة هذول كل واحد جاب 2 3 4 ما ندريها، وتكاثرنا ولا نعرف
آدم يعرفني؟ ما يدري، جاب عدد محدود، ثم من العدد جاب. نحن في أصلاب بعض، قد يكون في صنفك مليون وأنت لا تدري، جئت بولد واحد وطول عمرك ما في إلا هو. لكن بعدين تزوج نساء وجاء منهم بخمسين، ويلا أنت ماشي. عشان نعرف نفهم هذه الناحية، فلذلك نحن نريد أن نعرف. ماذا نعرف؟ نعرف ما معنى نبي، وما معنى رسول، وما أهميته بالنسبة لنا. يعني دور أدى الرسالة خلاص أو ليس كذلك؟ أول شيء نعرف إيش معنى نبي، إيش معنى رسول. مشوش على هذه الكلمة كما أنه مشوش على كلمة الله. خذ من المصدر تجد الحقائق. فإذا نصل إلى ماذا؟ معنى نبي ورسول. النبي ليس معنى ذلك أنه يعني يعيش في الحياة ثم يصير نبيا، لا، هو نبي من الولادة. إيش معنى نبي؟ معناه أنه زمن مثلا نقول في ابن يأتي من الولادة عبقري، عبقري يعني يفهم الأشياء بسرعة ويقول لنا هذا كذا هذا كذا، وكأنه يعني عقليته أكبر من سنه. نسأل أسئلة يجاوبنا ما شاء الله. اليوم ماذا نذهب؟ هل نذهب إلى البحر أو نذهب إلى كذا؟ فيقول نذهب إلى كذا، مكان آخر لا ليس البحر. إذا عكسنا وذهبنا هناك نجد مشاكل. ليش؟ عنده وعي بشيء خاص فيه، نقول عبقري هذا، أو في الرياضيات يبرز، أو في حفظ الكلام إذا قيل له كذا كذا يلا يقل، أو في التقليد يقلد مشية أبيه، مشية جده، مشية كذا، ويكون يعني فاهم تقليد أصوات، في مميز يعني عن إخوانه. فنقول مثلا هذا عبقري. كذلك الرسل هم مميزين. إن الله اصطفى آدم، اصطفى اصطفى اختار، اختار، هم مميزين لأجل الصلة معه سلسة وسهلة، ومع الملائكة سلسة وسهلة. عنده ميزة علوية لا ترى، ليست جسدية، ليست رجلين وقدمين، ليست معلومات يحفظها إذا قيل له شيء يحفظ، ليس هكذا. شيء روحاني، شيء قلبي، شيء فيه مميز. الدليل على ذلك كثير كثير. سيدنا إسماعيل عليه السلام لما بلغ معه السعي قال يا أبتي إني أرى في المنام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. نبي ونبي، خليل الله وهذا طفل. قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. هي حلوة بيعطيه إياه، قتل، أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ما قال أذبحك لله تقرب إلى الله وتدخل الجنة بعدين وهذا الكلام، ما في، أنا شفت أني أذبحك خلاص. طبعا نحن لا نرى ما يرى إسماعيل عليه السلام، نحن نرى أبا متجبر يريد يقتل ابنه، هذا كذا نرى. لماذا يقصها الله؟ لتفهم في سر نبوة هنا. ما هو السر؟ أنه يرى رؤية يطبق على طول، ما عنده في الرؤية يعني تداخل من الشيطان أو من النفس أو من الهوى، ما في، هذا كله الصافي غير موجود في حياته مرة. معنى ذلك أنه هذا إنسان ليس كل مثل الناس، إنما أنا بشر مثلكم ولست مثلكم، إنما أنا ملك، ملك البلاد مثلكم
ولكن ليس مثلنا، هو يسير جيوش وعنده الاقتصاد وعنده كل شيء بيده وعنده سجون، ليس مثلنا في كل شيء. في مثلنا يأكل يشرب ينام يمرض، هو الرسول كذلك، إنما أنا بشر مثلكم. كيف واحد يقول للناس أنا إنسان مثلك يا أخي، شايفه إنسان، لكن معنى ذلك أنه يعني عنده صفات عالية جدا، فحتى لا الناس يعني يتعلقون به يقول أنا بشر مثلكم، ربكم هناك يوحى إلي أنما إلهكم ليس أنا، إنما إلهكم إله واحد واحد واحد. هو يقول يعني خفضوا من التعلق، إنما إلهكم إله واحد، أنا بشر مثلكم، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. مو نأخذ إنما أنا بشر مثلكم ونقفل الخط. فهو مثلنا ولكن ليس مثلنا في كل شيء. الحاكم ليس مثلك في كل شيء، المتجبر الطاغي الذي يؤذينا ليس مثلك في كل شيء، عنده صفات أخرى. مثلك يأكل ويشرب وينام لكنه متجبر، مثلك يأكل ويشرب وينام لكنه ملك عطوف على الناس، مثلك لكنه نبي. هذا الغلام، شوف غلام قال افعل ما تؤمر، فاهمين بعض؟ ما في شيطان، ما في نفس، ما في هوى نفس الموت، لا، ما في كش من الموت ولا في شيء. يعرف إيش معنى الموت، هذا الطفل يعرف إيش معنى الموت، يعرف إيش معنى والدي يقول أقل. قال ما قال له افعل ما تحلم به، قال افعل ما تؤمر. أوه، يعني فاهم إنه هذا أمر من الله، الحلم أمر. أيوة، هو إبراهيم فاهم وهو فاهم، هذا الطفل. منقول نبي أبي اقرأ ونبي بعد الأربعين، هذا كله كلام غلط. الأنبياء أنبياء عباقرة، يعني زي ما نقول نحن عباقرة، هم خط مفتوح بينهم وبين الله. أول ما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كسر إيوان كسرى، وانطفأت نار الفرس، ألف عام لم تنطفي، على طول شغلين مشغلين مشغلين مشغلين، انطفأت عليهم فجأة، فزعوا، والإيوان انكسر، فزعوا. ولما نبئ، وفي رواية لما ولد، ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، ما كانت هذه الشهب موجودة، في تغيرات في الكون، احتفال كوني. إذن في عند رسولنا شيء مميز، اعرف من هو ولعرف لماذا تحبه. أنت تحب العظماء في الكورة، في السياسة، في الاقتصاد، هذا علماء عند الله، هم علماء عند الله، إن الله اصطفى. هنا في جانب أنت ما تنظر إليه، أنت تنظر للجانب المادي، مال كثير، بطش شديد، ما أدري، خلاص ذئب مكشر أنيابه، إذن هذا خوف. ننظر المادة، لا، في جانب آخر، شغل شغل، فعل حواسك. تراهم هؤلاء أهل البعد المادي، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، إذن في عين نظر وفي بصر، تراهم ينظرون إليك ولا يبصرون، لهم أعين لا يبصرون بها. في ناس هكذا، أعين مادية، عندك عينين، اثنين في واحد، هذه مادية، وفي عين ثانية هي الحقيقية، هذا وهم أنت ما عكستها. لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان، آذان غير ذي، آذان لا يسمعون بها، يعني يتلى القرآن يسمع من هنا، خلص 60 جزء، خلص القرآن كله في خلال يوم يومين ثلاثة، يقولون فلان خلص في القديم، فلان غير، فلان
يلتقط القرآن سريعا، روحه تمرنت تدربت. انت تدرب بدون تدريب تقلد هذا الببغاء، هذا الروبوت الذي لا يهتم. لكن المؤمن يتدبر. سيدنا عمر الخطاب كان يمشي في الشارع، يمشي، والأول كانت البيوت ليست مثل هذه مصفحة ومع يعني الصوت لا يذهب في الخارج، لا، كانت الأصوات البيوت من الطوب من هكذا، وشبابيك لا يعرفون الزجاج مفتوح، والأحواش كانت يعني بس تغطي رأس الرجل هكذا وبعد ذلك مفتوح. فكان في واحد يقرأ القرآن. إن عذاب ربك لواقع، هو يقرأ ويخشى مدرعا العالم. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وعمر الخطاب يمشي وقع. ليش قلبه مع القرآن لما سمع هذه الكلمة التقطها فورا؟ فأنت اجعل بالقرآن، نحن نتمرن، هذا في التمارين إن شاء الله تأتي، نتمرن على أن نجعل ألفة بين قلبك وبين القرآن، تجعل ألفة، يروح يذهب ترجع، يروح يذهب ترجع، تمرين. خلص في اليوم كذا صفحة قليل، لا يهمنا جزء، لو القرآن خلصه في سنة خلص كذا صفحة بس، تمرن القلب أنه يعني تدبر، يكون تعلم ما تقول. استمعوا له للقرآن وأنصتوا، يعني لا تسرح، تتمرن 5 دقائق هذه فيها 1% كويس أول مرة في حياتك، ثاني يوم ولا بعد أسبوع بالتمرينات 1% كله، 2% تدبر الباقي في الخارج حتى يصير قلبك يألف. بعد ذلك إذا تقرأ بسرعة الحمد لله رب العالمين، ليس لك التفات لأحد في الخارج، قلبك يأخذ من القرآن. هذا يعني خرجنا من الموضوع. فنحن هذا معنى نبي. نبي يعني مميز، الله اصطفاه، ولم يصطفي العبقري، ولم يصطفي قارون، هارون قارون وهامان وفرعون والنمرود، عالم في الدنيا ما عالم مادي بلغوا القمة، اصطفى هذا من بينهم كلهم، لذلك يحتقر. يقول أنت جيب لنا إثبات، ويأتي بالإثبات، يجعل الناقة تخرج من جوف الصخرة، تعالوا تعالوا تعالوا، إيش في؟ قال تعال الله سيفعل الآن، سيظهر لكم آية. فإذا ناقة معها إشار، معها طفلها، حوار، فخرجوا 2 ناقة من صخرة، ما آمنوا، يشربون هم الحليب هذا ضخم، تشرب واحد يوم حالها وتقدم حليب لهم كلهم أفضل مما تقدمه نياقهم وأكثر، ونياقهم مستريحة، بعد اليوم الثاني يشرب تشرب النياق، وماذا تعطيهم؟ لكن مخمة، لماذا هو نعظمه ونجعله أعلى؟ لماذا؟ لماذا نقول أيها صح كلامك ونمشي خلفه؟ لا، أنت طلبت آية، هذه الآية جاءت، هذه الآية إذا قبلناها قبلناه رئيسا علينا، كذا ظن البعد المادي. لا يحبون الرسل حتى لا يسور المساد عليهم، والآن يشوشون على الرسل حتى لا تنفلت من بين أيديهم، إذا ذهبت هناك خلاص انتهينا، انتهت الطواغيت. فلذلك هناك تشويش قوي وليس سهل، 1000 سنة الآن، مو 1000 من عهد آدم، المشغول مشناش، والخبرة تزيد عند إبليس وأعوانه. فعندنا تشويش على التعظيم، التعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وللأنبياء، عظم
القادة حقينا ما مشكلة. قل عن الشيوخ، الشيخ الحافظ حجة الإسلام، شيخ الإسلام، ما شئت، لا تقل سيدنا، له هو ممنوع. لا تبالغ، ممنوع، لكن هنا بالغ. قدس سره، مو ممنوع عندنا نحن هذا، قول قدس سره ما شئت، امدح ما شئت من الناس، لكن كمان الرسل والأنبياء والصحابة. وربنا قال ومن يعظم شعائر الله، نسبها لنفسه، شعائر الله، جمل، ناقة مفلوتة بس حطوا عليها علامة أنه هذه للحج، يعظمون، ما يقتربها أحد، انتبهوا، هذه للحج. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دليل على في الله، هذا منسوب إلى ربنا، رسول منسوب إلى ربنا، مو ناقة جمل. ربنا قال لك عظم هذه الناقة، هذه شعائر الله، الصفا والمروة حجارة صغار لكنه منسوب إلى الله، عظم. الكعبة حجارة وبيتك أكبر منها، وقال لك عظم، فنحن نعظم شعائر الله. عظم أخوك في الله، ظن فيه الخير، حتى لو ما فيه خير ما أنت خسران، كيف بالرسل؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في واحد قلنا له الصيغة هنا، صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها، يعني ما في أحد يستطيع يفعلها، أريدها حقي أنا بس خاص، وأجرها كبير. تعظيما لرسول الله، كيف تعظيم؟ شرك هذا. وربنا قال من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذه واحدة. الثانية الواو، الله ورسوله مذكورة في القرآن بكثرة، لا تدل على التساوي والشراكة أبدا، لكن في التشويش موجود، لكن في الأشياء العادية ممكن نقول رأيت الملياردير فلان أو الملك الفلاني أو رئيس الوزراء ومعه حارسه ومعه زوجته، بلاش ومعه، رأيت فلانا وزوجته وابنه وحارسه وكلبهم، مساوين بعض؟ لا، خلاص هي كذا، الله ورسوله معناته مساوين. لكن الغلط الكبير الفاحش، هذا ذكره الله في القرآن، لكن الغلط الكبير الفاحش أنه نزود الاحتياطيات والتشويش ونقول قل الله ثم رسوله، هنا مصيبة. يعني الله محدود ويليه رسول الله، أو العكس، رفعت رسول الله إلى قريب من الله، تقول الله ثم تفيد الترتيب، لكن الواو لا تفيد التسوية فقط. ها في القرآن مكتوب الله ورسول الله ورسول الرسول، أنت تفهم خالق مخلوق، خالق ما تحده وتقول ثم. تشويش برمجة، لذلك قاسية على القلب، كلمة الله ورسوله قاسية على قلوب بعض الناس، القساوة من البرمجة، أما الحقيقة ذكرها الله في القرآن. وربنا قال لك للوالدين أمك وأبوك، قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. إيش يعني؟ خلاص هو تعظيما للوالدين إنه هم سادتي وأنا ذليل لهم، عبدتهم. لا، ربنا يؤمر بحاجة نفذها وانت ساكت،
واعرف ان فيها الخير. لا تتفلسف على الله، كيف الله ورسوله؟ قل الله ثم رسوله. الان بداوا يتراجعون. اللي نقرا هذه الايه نقرا الايه التي قبلها في الحج. طويل الكلام. ثم ليقضوا تفثهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله. مو شعائر، حرمات، هذه حرمة. فهو خير له عند ربه. تعظم حرمات الله، لك عند ربك خير، لأنك عظمت المنسوب إليه، يعني عظمته هو. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك وراها على طول، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع. هذه الإبل، الإبل لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم أحلها إلى بيت العتيق، يعني هي المؤقتة إلى أن تذبحوها في الحرم. فهذا يعني التعظيم من تقوى القلوب، دليل على أنك عندك تقوى. القرآن نفس الشيء، عندك تقوى في القلب، لا تحب أن يوضع في الأرض بين القدمين، ترفعه. جيب دليل، الدليل هو أنك تقوى، عندك تقوى تعظم شعائر الله، وهذا هذا كلام الله. طيب نذهب إلى الآية هذه. إيش نريد أن نتكلم؟ فالآية الأخرى وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. والديه، انتبه، إحسان. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا يأمرك ببر والديك الذين أطعموك وسقوك إلى أن بلغت كبرت شوية، بعد ذلك أنت تطعم نفسك. رد الجميل، يعني أشكر لي ولوالديك. كيف برسول الله وهما يعني شغلهم معك فقط إلى أن كبرت، بعد ذلك خلاص أنت يمكن تصرف عليهم إذا كبرت، لست محتاجا إليهم، استغنيت عنهم، فكيف برسول الله الذي معك للأبد؟ مرحلة الحياة هذه أقصر مرحلة من المراحل كلها، أقصر مرحلة 100 سنة، لكن بعدين مليارات السنين هو موجود له شغل.
في مكة كان الله يربي الصحابة في دار الأرقم في مكة، ما تحاربوا أحد، يضربون ويموت ناس على أيدي المشركين مثل آل عمار آل ياسر، ويقول الله عنهم كفوا أيديكم. يعني إيش كفوا أيديكم؟ يعني خليك مركز على الإيمان، قووا إيمانكم. أي اليد؟ لا، قوي في القلب في اليد، لا تتصرف لا ترد، مو ممنوع. ليش؟ التركيز على الإيمان، قووا إيمانكم. إيماننا بماذا؟ القرآن يقرأ في دار الأرقم ورسول الله موجود. قوي الإيمان بهذه الطريقين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وفي رواية والله لا يؤمن أحدكم، والذي نفسي بيده لن، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وأهلي ومالي والناس أجمعين. لماذا؟ لماذا الحب له أعلى؟ والله قال في القرآن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين وما يهديهم لعدم الحب، الحب العالي أكثر من ابنك أكثر من أخوك أكثر من زوجك، هذا فاني تحبه أكثر من الباقي، هذا هو الذي يريده الله. لماذا هذا الحب؟ لأن يا أخي الحب يعني يجلب ما عند الآخر من سلبي أو إيجابي. الحب هو يجلب، هو أنبوب الجلب، هو الذي في داخلك ويجذب الحب. لذلك الله قال في آية، أنا أذنكم شوية نظبط هذا، لذلك في آية في علامات ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ويشير إليها، الخليل على دين خليله، مخالل واحد دينكم واحد، الصاحب ساحب، الذي يرعى الإبل من أجل إيش؟ من أجل الحليب ومن أجل اللحم يأكل منها، ومن أجل المال يبيع إذا احتاج شيء يبيع منها شيء ويأخذ المال، هذا مقصوده، ولكنه ماذا يكسب؟ بسبب الحب لها والاختلاط فيها ماذا يحصل له؟ يرعى الإبل فماذا يحصل له؟ الغلظة والجفاء، غلظة وجفاء. والذي يرعى الغنم أيضا يريد الحليب ويريد اللحم ويريد البيع ويأتيه المال، لكن يأتيه منها الرقة والرفق والسكينة. حيوانات. الذي يحب اللاعب، لاعب رقم كذا كذا في فريق كذا، يعني يحبه، فورا تجد ملابسه مثله، والمعارف في الداخل عنه كثير، هو كان في المدرسة يعمل هكذا وبعد ذلك كبر ثم تزوج هذه وقصة الزواج، وكان في أبوه كذا يعمل وأمه كذا تعمل، في تفاصيل. وكذلك حفظ، إذا هو يحب مثلا مطرب أو مطربة، إنسان أو إنسانة تحب مطربة أو تحب مطرب، تحفظ لها ما تقول، وقد تقلدها في الشفايف تضعها، والرجل كذلك
ملابس مثله. الحب يجذب ما عند الآخر إليك. تريد شيء تريده أنت شكلا وملابس مثلا، يأتيك أيضا أشياء أخرى، يأتيك باكيج كامل، أنت أخذت منه شيء والباقي موجود. خطير الحب، خطير الحب، مدمر أو معمر. هذا في عنوان فيديو، الحب مدمر أو معمر. لذلك الله أشار لنا إن من أزواجكم وأولادكم عدو، زوجك عدو، زوجك عدو، لكن لا تحاربه. أعطاك أربع أشياء، فاحذروهم واعفوا واصفحوا واغفروا. عفو صفح ومغفرة، ينتشر الحب، ينتشر المودة، ينتشر الخير في البيت، لا مشاكل. أما محاسبة ومقارنة وأحكام، عكس هذا كله، صار عدو مو تحذره، أنت عدو تضاربه، هنا تأتي المشاكل. قال لك احذر وسامح واغفر واصفح. نظم الله حياتنا. شغفنا حبا، انظر التي شغفها يوسف حبا، تعبت وأتعبت، تعبت وأتعبت وغلقت الأبواب وفشلت. لماذا؟ حب جارف مو مطلوب، حب الزوجة والأبناء والأهل ليس مطلوب نهائي، مطلوب بطريقة ما، بطريقة اللي رسمها خالقنا، اللي يعرف طبائعنا وأنفسنا. قال ما تتعلق، التعلق بمن؟ بالله وحده، بالله ورسوله. هذا الحب الأعظم، الحب الباقي للباقي، والحب الفاني للفاني. يدي على حجمه ولدي، لكن خلاص يدي على حجمه، بعدين أنا أموت وهو يولي هنا، يمكن يفتكرك يومين ثلاثة بعدين نسينا. أنت ترى هذا وارد. فالحب يأتي لك بما عند الآخر، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. طيب الله، الرسول الله هو الأحب، هو دليل على حب الله، هو الأحب عندي، وأنا راعي إبل. هذا الحب لله العالي أكثر من إبلي، ها، يجعل تحصين، أخذ من هناك ومن هنا لا أخذ، أخذ ما أريد، أريد الحليب والمال واللحم بس، غير كذا ما في. تحصين لك حب الله وحب رسول الله وحب أهل الله وحب كتاب الله. ظن في الجميع أهل الله، مو تقول هذا أهل الله هذا مو أهل الله، لا، لا تدري، لا تدري من هو أهل الله. لذلك ظن الخير في الجميع ويجمعك الله بهم. طيب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم الحب للرسول صلى الله عليه وسلم لو كان عندي وعندك وعنده وعندها، تجتمع الأمة، يجتمع الناس، لا بغضاء ولا نفرة، حبنا واحد. لكن حبنا مشتت، عبادتنا واحدة، لا يفيد. هذا اللي حاصل الآن، لما نكون عندنا الحب لله ورسوله، حب النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ورد هذا اللفظ، حب النبي يجمعنا. حقيقة، هذه حقيقة، كما أن حب الإبل يجمع أهل الإبل، صير جروب، جروب يعرفون بعض ولا جروب ما يعرفون بعض عن بعد. أنت ومن تحب جروب، أنت أحببت اللاعب فلان ولا يدري عنك ولا أعرف اسمك، لكن صرت في قروب، تسحب من عنده أشياء تريدها وأشياء تأتيك لا تريدها ولا تفطر لها.
لذلك الله قال لنا في القرآن لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هذا يصلح له الحال، وأنت تقول أنا يصلح لذاك، لا تدري، لا تتمنى، هذا أمر من الله، مو أمر يعني نفذ ولا العصا، لا، هذا تزكية لك، يزكيك، ينبهك، هذا ليس حسن، يجعلك متعلق بهذا الشيء وهو قد يكون مضر لك، لا تتعلق. دنيوي مش خلي الصفر على الشمال، عندنا تعلقاتنا مع ربنا ونبينا وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه أولويات، مو معناته نترك الدنيا، لا، نمشي فيها، ما في فاصل، الفاصل هذا وهمي سووه المبرمجين، ما في فاصل. الدين حياة مو عبادة، الدين حياة، اختلاط، أكل رزقك هذا من الدين، وربنا يفتح لك أبواب أخرى مع هذا الرزق اللي انت فشي فيه، هذه ميزة جديدة إضافية، لكن مو تقول أوقف وهو يرزقني من حيث لا أحتسب، لا، أول ترزق من حيث لا من حيث تحتسب، واللي رزقك الله، لا تقول رزقتني شطارتي ولا فلان، هو مناد من الله. مرة يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء من سفر، فأقبل أناس يعني بيتهم في الطرف، قالوا يا رسول الله هذا جمل صار يهيج علينا، يهيج هايج، فقال أتون به، قال نخشى عليك يا رسول الله إنه لا يرى أحدا إلا ويتجه عليه، قال أتوني إلى هناك، فجاءوا به إلى الحوش هذا الحائط هذا، وخايفين على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني، ولكن أقبل الجمل ثم وضع رقبته عند قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، خضع وبرك ومد رقبته مع رأسه إلى قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني نبي، ليس الشيء جماله حجر إلا يعلم أني نبي إلا عاصي الإنس والجن، الباقي يعرف، المؤمنون إنسا جنا ومخلوقات الأخرى كلها مؤمنة، العصيان في الإنس والجن. فنحن لا نريد أن نطيل كثير، نجعله جزئين هذا. كذلك عندك في الصلاة التحيات، أنت تسلم على الرسول يوميا عدة مرات يوميا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تقول السلام عليك، كاف خطاب، ليس جسد أمامك، لا، وليس أنت الجسد تقول السلام عليك، أنت من قلبك إلى قلبه، لا يوجد حواجز، لا زمان ولا مكان للقلب، فأنت تقول السلام، استشعر هذا، السلام عليك، وأنت تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصله هذا الكلام، إذن هو يرد عليك، إذن ما في حاجز، ما في حاجز بينك وبينه، وأنت تكلمه الآن، السلام عليك أيها النبي، شريك لله؟ لا، مو شريك، هو الله فرض الصلاة وقال سلم عليه، والله أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، كيف ننفذ هذا الأمر؟ حط وضع في الصلاة، اللي ما يصلي على الرسول نهائي يصلي بوعي كسب، مو بوعي، فأنت كل يوم تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا بوعي تستشعر وتجد الخير، تجد فعلا الرد. كيف تعرف أن في هذا التلفون الآن، ها في التلفون بجواري إنسان اتصل، ها وعلى واحد شخص، هذا الشخص أعمى
ولا يسمع. كيف تكلمه؟ كيف تقول له في تلفون واحد يريد يكلمك؟ اللي يسمع واللي يبصر غير. تقول السلام عليك أيها النبي، تسمع الرد. أعمى ما تسمع، ما تسمع الرد، ولا هو ورد رد، تم الرد. طيب كذلك مرة يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا باقي صراحة نقطتين نكملها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على على جذع شجرة، جذع يعني ميت، جزء من شجرة على مقدر على ما يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عليه أو يقف عليه أو يجلس عنده يسند ظهره عليه، كلها ماشية، المهم الجذع. فكان يخطب ويتكلم عند هذا الجذع، الجذع نراه يعني جذع شجرة ميت. قالت إحدى النساء يا رسول الله سأعمل لك كرسي. قالت طيب، كرسي شيء تجلس عليه. فعملت، لما جاءت به وضع في مكان آخر، وذهب الرسول يتكلم، فإذا بصوت كأنه صوت صبي ماذا؟ أيوة، من الجذع يخرج. فالناس ينظرون، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وضمه وصار يخبط عليه، يقولون الصحابة كأنه يسكته، اسكت 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 يا صغيري، كأنه يسكته. حن للخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعنده. فما في شيء لا يعرف النبي، من شيء لا يسبح بحمد العصفور والطير وكل شيء بحمد، يعني يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد. لا إله إلا الله مع محمد رسول الله. في نقطة أخيرة اللي هي الاتباع. ناس يقولون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، حبين بينهم اتباع. اتبعوني ليس معناه قلدوني، لا، الاتباع ليس التقليد. اعرف الفرق، موجود فيديو كامل على الاتباع والتقليد، الربوط تقليد، ماذا شعره، كيف لحيته، كيف عمامه، كيف يمشي، وينفذ، أين يضع المسواك، أين يضع، عندك إيش تقليد طبق الأصل، ليس هذا المقصود. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مرة جاءه رجل وقال يا رسول الله المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، بس في حب، لكن فرق عباداتي وعباداتهم، يلغز للقرآن للرسول صلى الله عليه وسلم. قال المرء مع من أحب، الحب يسحبك يخليك مع من أحببت. أحببت الجمال تكون مثلهم، أحببت الغنم تكون مثلهم، أحببت اللعيبة تكون مثلهم، أحببت الاقتصاديين تكون مثلهم، أحببت السياسيين الظالمين ولا الطائعين المستقيمين أنت تكون مثلهم. قانون، مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يعني عبثا، لا، الحب يسحبك من هؤلاء، تصير حب صادق. فقال المرء مع من أحب. أنس بن مالك اللي ذروا الحديث يقول ما فرحنا بعد الإسلام بمثل ما فرحنا بسؤال هذا الرجل، كلنا نحب رسول الله ونرجو أن نكون معه. ليس التقليد، حب يكون حب. فاتبعوني يعني قلبيا وليس ظاهريا، إن جاءت الظاهري معه ممتاز.
إن شغلك الظاهري عن الباطني أنت من تكسبان كثير. فالذي يريد يتوسع في هذا الباب اللي أشغل الناس اتباع أو ما هو الاتباع واتبعوني يحببكم الله، أنت تحب الله. الله قال أحب إن الله يحب التوابين. التوابين عندهم ذنوب، رسول الله ليس عنده ذنب، كيف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ صعبة جدا صعبة، هذه للتيئيس، بمعنى إذا اتبعوني بمعنى التقليد. اتبعوني يعني أحبوني، ليس يعني وضع احتفالات وحلويات وزينات، هذا نراه كثير، ولحم وشحم وهكذا، وبعدين غفلة قوية طول العام وطول الحياة أصلا، ويمكن ظالم مفتري ويأتي يسوي احتفال ويذهب ظالم المحتفل، ليس قصده احتفال حتى، يمكن للآخرين يمكن لكذا. هذا باب ما نتكلم عنه، ما نتكلم، ليس هو المقصود بهذا الكلام وهذه الجلسة. طيب، فإن شاء الله في الجزء الثاني سوف نتعمق قليلا، هذا كله في أشياء ظاهرية وشبهات وأفكار. إن تحاول تسمع هذا الفيديو مرة مرتين حتى تزول، لأن هنا منطقة يعني غفلة شديدة وعبث برمجي من قديم، الشيطان واليهود من زمان يفعلون الأفاعيل في الأمة، والآن زاد الحال. ومؤيدين شيوخ، ليش في ناس شيوخ؟ يعني معنى شيوخ إيش؟ شيوخ معناه في البعد المادي هو، ولكنه يمشي بس اسم دين خلاص أمشي فيه، ما في تدبر، ما في تعقل، ما في بالقلب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.